اهلا بكم، عدة اخبار جديدة في هذا الفيديو. التحاق حسام عمر وامين قويري رسميا بالخضر، مدافع جديد يلتحق بالخضر ورفقة ياسر العروسي، ابراهيم دياز لاعب ميلان يؤكد حصوله على جواز سفر جزائري. فلنتابع التفاصيل الحصري. امين قويري استفسر من بعض اللاعبين عن الاجواء داخل المنتخب الوطني الجزائري، محيط اللاعب من جهة الوالدة واخوانه يضغط بشكل كبير على اللاعب من اجل اختيار المنتخب الوطني الجزائري واللعب له شهر مارس المقبل تحت قيادة جمال برماضي. الآن فيما يخص قضية حسام عوار وجهيد زفيزف، حصري ورسمي حسم موقع فوت فاندو، رئيس فاف جهيد زفيزف التقي عوار بفرنسا وتم إجراءات انضمامه للخضر. عوار أمضى على كل الوثائق وصار لاعبا جزائريين، الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القادمة. عوار سيكون حاضر في تربص الخضر شهر مارس المقبل. اذا مبروك الجزائر، لاعب ممتاز كهذا النجم الجزائري حسام عوار. الان فيما يخص تداعيات نهائي الشهر الفائت، حيث تقدم المنتخب الجزائري بثلاث مراكز ليصبح في المركز 37 عالميا كما تشاهدون بزائد 6.58 نقطة، وكذلك السنغال اصبحت الثانية افريقيا و19 عالميا بفضل وصولها أو تتويجها بنهائي كأس أفريقيا المحليين. الآن فيما يخص لاعبي جدد في المنتخب الجزائري، حسب سي سبور بليس، نجم إي سي ميلان الإيطالي إبراهيم دياز سيمثل الخضر وأكد أنه يمتلك جواز سفر جزائري. هذا الخبر دائما حسب صفحة زير سبور بليس. الآن فيما يخص المدافعين الجدد في المنتخب الوطني الجزائري، هذه المرة في نادي طروا، وحسب محسن مكتشف المواهب، المدافع الذي أصبح مؤخرا يستدعى الفريق الأول لنادي طروا، ماتيس حمدي مولد 2003، يملك أصول جزائرية، مصدر معلوماتي ياسر العروسي. إذا ياسر العروسي يقترح مدافعين جزائريين على المنتخب الوطني الجزائري. لا تنسوا لايك وتعليق وأشكركم.